نعم، أذهب بالمأزق الشديد دكتور رفاز فرحات لدكتور رمزي عودة مدير وحدة الأبحاث ضيفنا من رام الله. دكتور رمزي، هل نتنياهو وجد نفسه فعلا في مأزق شديد وليس أمامه خيارات سوى هذا الاجتياح البري؟ وما هي الأثمان التي قد يدفعها لو أقدم على هذه الخطوة؟ يعني طبعا هذا أكبر تحدي يخوضه نتنياهو منذ أكثر من 16 عام يعني في فترة حكمه. هذا الموضوع خطير جدا. احنا بنتحدث عن حرب، إعلان حالة الحرب لم يحدث إلا في عام 1973 في حرب أكتوبر المجيدة. خسائر إسرائيل واضحة جدا. كان في اجتماع بين نتنياهو ولبيد في الفترة السابقة، من الواضح أنه يعني يجب أن يكون هناك إما حكومة واحدة وطنية أو حسب العرف والدستور أو القانون الإسرائيلي يجب أن يشرك رئيس المعارضة في قرارات الحرب اللي هي الكابينة المصغرة الأمنية في حالة الحرب. واضح أنه المسألة صعبة جدا بتمر فيها إسرائيل، لكن الإسرائيليين عودونا أنه في حالات الحروب الجميع يتوحد. يعني هذا للأسف يعني قضية مهمة جدا. هم يتوحدون على ضرورة أن يقوموا بالاعتداء وإعلان الحرب واجتياح غزة. هناك رأي عام إسرائيلي مناصر قوي جدا لاجتياح قطاع غزة وتدمير البنى التحتية لحماس. المسألة لم تتعلق فقط بعدوان محدود أو عملية عسكرية محدودة كما اعتدنا سابقا في العمليات التي كانت تقوم بها إسرائيل. المأزق الحقيقي في عملية الاجتياح إلى أي درجة يكون الاجتياح. أول نقطة، في العادة الاجتياح يكون مسبقا أو يتم استباقه من قبل الدفاعات الصاروخية والجوية الإسرائيلية بتمشيط المنطقة أو تطهيرها كما يعني يقال عسكريا، من تطهيرها من الخلايا العسكرية المقاومة. المسألة هذه يمكن أن تستمر أسبوع في قطاع غزة. الإشكالية اللي بتواجه قوات الاحتلال أنه الأسرى الإسرائيليين أكثر من 100 أسير وربما يتجاوز العدد هذا، باعتقادي أنه أكثر من 120 أسير إسرائيلي موجود في قطاع غزة. هذا يشكل يعني نوع من الردع للإسرائيليين أن يقوموا بعملية تمشيط كامل للمناطق خوفا على أسرهم. الإشكالية الثانية عدد الضحايا. يعني من الواضح أنه إسرائيل إذا ما أرادت أن تقوم باجتياح بري شامل لغزة سوف يكون عدد الضحايا مدنيين بشكل كبير جدا. هذا سوف يؤثر يعني سلبا على صورة إسرائيل أمام العالم، وسوف يفرض ضغوطات بعد يوم أو يومين من أجل أن تقوم إسرائيل بوقف هذا العدوان. أيضا هي تخشى كما قال زميلي الدكتور فرحات أنه من ارتفاع الضحايا في قطاع غزة، وكما تعلمين قطاع غزة ضيق وأنه أي اجتياح صحيح. منه يحتاج إلى يعني المرور في شوارع وحارات إلى آخره من القضايا اللي الجيش الإسرائيلي غير معتاد على خوض مثل هذه الحروب أو حرب العصابات. لكن الاجتياح البري يعني هو خيار لا يمكن لإسرائيل أن تتنازل عنه. السؤال ما هو شكل الاجتياح البري؟ هل هو تمشيط لمنطقة مثلا 2 كيلومتر مربع داخل الأراضي الفلسطينية؟ هذه المنطقة تقام عليها يعني نقاط عسكرية وثكنات عسكرية لآخره، اللي هي منطقة عسكرية آمنة ممشطة، أم اجتياح جزئي، إعادة انتشار قوات إسرائيلية في بعض المناطق في غزة لفصل قطاع غزة إلى 3 مناطق كما كانت خطة شارون في السابق، أو اجتياح كلي. أعتقد أن الاجتياح الكلي الشامل يعني سوف يكون خطوة تصعيدية عالية جدا. حتى الآن لا أرى أنها محتملة يعني بشكل كبير، أو أن الخيارات العسكرية الإسرائيلية تضعها في المرتبة الأولى.